مسائية الأحد من قناة الوطنية. أعتذر لكم عن تأخرها ونستلمها معكم كالمعتاد بأبرز العناوين. الرئيس المصري يوشح رئيس الجمهورية بأرفع وسام مصري. واتفاقيات بين البلدين تتصدر الزيارة. وزير الداخلية الموريتاني في الحوض الشرقي. اهتمامات المواطنين أولوية الحكومة. رجال الهميد سيبلغ وزير الداخلية بثلاثة شروط لا بد من تلبيتها للتراجع عن الاستقالة. نقابة الصحفيين الموريتانيين تنظم المؤتمر الدولي الثاني للحريات الإعلامية. اتحاد الجمعيات المغاربية يختتم مؤتمره الثاني العمل الإنساني تكامل وارتقاء بالمقشوط. في مسائيتنا تتبعون أيضا الميثاق الشبابي التمسك بالقيادة شرط لتحقيق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهد قصر الاتحادية في القاهرة مراسم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات للتعاون المشترك بحضور رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز ومضيفه المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد بقصر الاتحادية في القاهرة عقب مباحثاتهما الثنائية ضمن برنامج زيارة الصداقة والعمل التي يؤديها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لجمهورية مصر العربية. مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك بين الجانبين تمت بحضور أعضاء الحكومتين المصرية والموريتانية. وتناولت الاتفاقيات التعاون البحري بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي وقعها عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وشملت اتفاقيات التعاون الثروة الحيوانية حيث وقعتها عن الجانب الموريتاني وزيرة البيطرة السيدة فاطمة سالمة الصوينع. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والدواء بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة الموريتانية وقعها عن الجانب الموريتاني البروفيسور كان بوبكر وزير الصحة. كما وقع بروتوكولا للتعاون الثنائي في مجال النفط والمعادن وقعه عن الجانب الموريتاني وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم البشير. ومنح الرئيس المصري بهذه المناسبة رئيس الجمهورية أرفع وسام مصري هو وسام النيل. قال رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل الهميد أنه سيبلغ وزير الداخلية بثلاثة شروط لا بد من تلبيتها للتراجع عن الاستقالة التي ستخلق أزمة في تسيير بلدية روسو. وجاء في شروط رئيس حزب الوئام إقالة مسؤول الخزينة في روسو الذي اتهمه بعدم صرف الأموال المخصصة للبلدية معتبرا أن ذلك تسبب في مشاكل كبيرة للعمدة والإفراج عن 202 مليون أوقية من حسابات البلدية لدى الخزينة ترفض السلطات الإفراج عنها. أما الشرط الثالث والأخير فهو السماح للحزب بتعويض مستشارين بلديين انسحبوا منه انطلاقا من قانون الترحال السياسي. ويتعلق الأمر بثلاث سيدات كن داخل المجلس البلدي اتهمهن الحزب بالانضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وطردهن. وكان عمدة البلدية سيدي جارة قد أعلن استقالته رفقة عدد من مستشاريه في مهرجان نظمه حزب الوئام السبت في روسو. اختتم المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم دورة مؤتمره الوطني العادية والتي انطلقت أشغالها السبت في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور أعضاء المجلس ورئيس الحكومة الموريتانية يحول تحدمين ورئيس الجمعية الوطنية محمد البيليل. في ختام الدورة تم عرض مضامين ما تم تداوله خلال الدورة التي دامت يوما واحدا. وخلصت الوثيقة النهائية الصادرة عن المشاركين إلى قراءة دقيقة لجميع مناحي اهتمامات منتسب الاتحاد من أجل الجمهورية. الوثيقة الختامية تحدثت عن إضافات جديدة يقول الاتحاد من أجل الجمهورية إنها حملت تطلعات النخب السياسية داخل الحزب وتعتبر سابقة من نوعها. إضافة مسؤول الشؤون الإسلامية وحماية المستهلك إلى كافة الهيئات القاعدية. تخفيف رسم الانتساب حتى يكون في متناول الجميع. استغلال الطاقات الحزبية وتكريس سنة التشاور والاتصال. وضع قيود على المنسحبين من الحزب تجعل عودتهم للحزب لا يمكن أن تتم إلا بعد انقضاء فترة محددة. إنشاء
إنشاء هيئة استشارية من ضمنها رؤساء الأحزاب السابقين ونوابهم، الحرص على انسجام جميع مكونات الحزب من هيئات وبرلمان وحكومة إلى غير ذلك. نظم التجمع الوطني للإصلاح وتنمية تواصل مهرجانا بالمدينة سيد باب عاصمة ولاية قديماغا بحضور رئيس الحزب وعدد من أعضاء مكتبه السياسي بغية إطلاع منتسبيه عن قرب على الوضعية التي تعيشها موريتانيا. رئيس الحزب محمد جميل المنصور قال إن الحزب يريد أن يعطي نظرة للسياسة مغايرة لما يعرفه الشعب وهو وربطه لاسمها بالغش والمكر والخداع، وأن وظيفة التواصل هي إعطاء نظرة للسياسة قراءة وممارسة، وأنه في السياسة يوجد المكروه والجائز والمحرم، مضيفا أن الدستور منح النظام فترة كلفت الموريتانيين الكثير من المتاعب، وأن أي نقاش لها خارج ذلك مرفوض ولن يقبله الشعب الموريتاني. افتتح اليوم بغرفة الصناعة والتجارة في نواكشوط المؤتمر الدولي للحريات الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا بحضور ممثلي الاتحاد الدولي والإفريقي، هذا بالإضافة إلى جمع غفير من الصحفيين الموريتانيين. السالك والعبد الله حضر فعاليات افتتاح المؤتمر وأعد التقرير التالي. العاصمة الموريتانية نواكشوط تحتضن المؤتمر الدولي الثاني لحريات الإعلام في العالم العربي وإفريقيا. المؤتمر المنظم من طرف نقابة الصحفيين الموريتانيين حضره رئيس نقابة الصحفيين الدوليين ونقيبة الصحفيين الأفارقة إلى جانب ممثلين عن النقابات الصحفية في كل من تونس وتشاد والسنغال، هذا بالإضافة إلى حضور وزير التجهيز والنقل وزير العلاقات مع البرلمان وكالة وجمع من الصحفيين الوطنيين. إن مبدأ نقاش موضوع الحريات الإعلامية وحدود المسؤولية واحترام الأخلاقيات والضوابط التي تحكم المهنة أمر في غاية الأهمية مع كونه مسألة شائكة ومعقدة، لذا فإنه يتطلب منا قدرا كبيرا من التبصر والحكمة والتأني ضمن نقاش مستفيض بمقدوره أن يمكننا سويا وبشكل فعال من التوصل إلى رؤى مشتركة تساهم في النهوض بالممارسة الإعلامية. حرية الإعلام في العالم العربي وإفريقيا هي موضوع هذا المؤتمر الذي يدوم يومين، ويأتي المؤتمر في ظل ظروف صعبة تعيشها الصحافة، حيث قال الرئيس الدولي للصحفيين إن الصحفيين يموتون يوميا في أماكن النزاعات والتوتر، وحتى الآن لم تقم الحكومات بخطوات جادة لحماية الصحفيين حول العالم وتمكينهم من ممارسة عملهم في ظروف آمنة. كما طالب بإطلاق سراح الصحفي الموريتاني المختفي إسحاق ولد المختار. وإن كانت المعاناة السمة البارزة لواقع الصحافة الدولية والإقليمية والوطنية، فإن هؤلاء يؤكدون على الاستمرار في النضال لأجل ضمان حقوقهم، ويعتبرون الحريات أهم مكاسب ذلك النضال حتى الآن. أعلمنا في المنطقة يعيش مخاضا إيجابيا، يعيش حركية ملحوظة ولا يمكن أن تكون إلا إيجابية، هي مرتبطة في الحقيقة بنزوع شعوبنا خلال هذه المرحلة للحرية والديمقراطية. لا نختلف في أننا كأعلاميين في المنطقة في مقدمة الدفاع عن هذه القيم، في مقدمة الدفاع عن قيم المدنية والحرية والديمقراطية. سيشهد المؤتمر محاضرات لمختصين حول مواضيع تتعلق بحرية الإعلام وواقع الصحفيين، وفي انتظار ما سيتمخض عنه ينتظر مراقبون أن يساهم المؤتمر في تشخيص وتسليط الضوء على ما تعاني منه الصحافة الدولية والوطنية خاصة في مجال الحريات. السالك عبد الله، الوطنية. ومعنا هنا في الاستوديو محمد سالم الدهر رئيس لجنة الإشراف على المؤتمر الدولي للحريات الإعلامية. أهلا بك أستاذ الكريم. أهلا مرحبا وسهلا. على قبولية. شكرا بارك الله. تبس بالكلام زميل سارك عبد الله قال أن المؤتمر ينعقد في فترة صعبة تمر بها العالم العربي عموما، العالم عموما العالم العربي خصوصا، ولا توجد فيها مناخ لكي يمارس الصحفي عمله بحرية. ما هي الآليات التي يتخذها هذا النوع من المؤتمرات للحفاظ على كرامة الصحافة وحتى على دمائهم؟
في بدايتي أشكركم على إتاحتنا هذه الفرصة للحديث حول هذا المؤتمر. هو المؤتمر الدولي الثاني بالمشروط الذي تعقده نقابة الصحفيين الموريتانيين بعد مؤتمرها الأول الدولي الأول الذي كان حول أخلاقيات المهنة. هذا المؤتمر اخترنا له أن يكون تحت عنوان الحريات الإعلامية في العالم العربي وإفريقيا موريتانيا نموذجا. وطبعا هو يأتي في إطار الاهتمام بتقوية وتجسيد الحريات الإعلامية، خصوصا أننا نعيش للأسف في عالم اليوم الكثير من الضغط على الإعلاميين وهم يمارسون مهنتهم، وكذلك حتى الكثير من استهدافهم في وضعية الحرب إلى غير ذلك، وبالتالي أيضا استهدافهم داخل بلدانهم وهم يمارسون مهنتهم. في هذا السياق أردنا أن نعقد هذا المؤتمر، وكذلك أردنا أن نتعرض للتجربة الموريتانية التي هي تجربة في المنطقة العربية على الأقل تجربة رائدة، ومن خلالها تصدرت موريتانيا الكثير من الرصد الإعلامي داخل المنطقة العربية. وأيضا نحن في موريتانيا كما تعرفون جميعا، على كل حال أردنا أن نستفيد من تجارب الآخرين، حيث كان هناك إصرار من النقابة على أن يحضر رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وهي المرة الأولى التي يزور فيها موريتانيا، بالإضافة إلى رؤساء نقابات إفريقية وعربية أخرى، من أجل المساهمة معنا في طرق المواضيع التي ترتبط بالحرية الإعلامية. مستوى الحضور للمؤتمر مستوى كبير جدا طبعا. هذا بالضبط يعطي انطباع على الأقل تعاون مع هذه الجهات، مع نقابة الصحفيين الموريتانيين. نعم. من أجل إيجاد ما هو مستوى التعاون بين النقابة والخارج والاستفادة على الأقل من هذا النوع من المؤتمرات. نعم، على كل حال كما تعرفون النقابة هي عضو في الكثير من الهيئات، طبعا بالإضافة إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، حضر أيضا أو حضرت رئيسة اتحاد الصحفيين الأفارقة والهيئة الإقليمية الثانية. طبعا هذا يعبر عن مدى حضور الإعلاميين الموريتانيين على المستوى الخارجي، خصوصا على مستوى الاتحاد الدولي الذي يضم مليونا من الصحفيين وما يزيد على 200 نقابة. وبالتالي هذه فرصة لنا أن يطلع رئيس هذا الاتحاد على مسار الحريات الإعلامية في بلادنا وعلى تجربتنا، ولعله اليوم أشاد من خلال خطابه بتجربة نقابة الصحفيين وبحضورها وبقوة تمثيلها على المستوى موريتانيا، وكذلك حتى على مستوى الاتحاد الدولي، لأنها في سبق وأن خاضت تجربة الانتخابات هناك وحصلت على غدا. نعم. والجلسات ستنعقد غدا، جلسات المؤتمر. نعم. ما هي المواضيع التي سيتطرق لها؟ نعم، هذا المؤتمر بالضبط، هذا المؤتمر تناول أولا اليوم حالة الحريات الإعلامية داخل المنطقة العربية والإفريقية وحتى داخل موريتانيا. غدا ستكون هناك، ستبدأ الجلسات في فندق الوصال بجلسة أولى ستتناول الحريات الإعلامية في موريتانيا. سنعرض من خلال هذه الجلسة إلى تجربة الإعلام السمعي البصري، إلى تجربة الصحافة المكتوبة في شقيها الورقي والإلكتروني، إضافة إلى حالة أخلاقيات المهنة في موريتانيا، وذلك من خلال التجربة الموريتانية التي سيحضرها ضيوفنا من خارج. شكرا جزيلا لكم أستاذنا الكريم، كنتم ضيفنا هنا في الاستوديو. نشرتنا مستمرة لكن بعد هذا الفاصل. اختتم اتحاد الجمعيات المغاربية والاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية عمل مؤتمره الثاني تحت شعار العمل الإنساني تكامل وارتقاء، الذي انعقد في العاصمة الموريتانية بحضور العديد من رؤساء الهيئات والجمعيات الناشطة في المجال الإنساني.
المشاركون في أعمال المؤتمر قدموا عديد الطروحات شرحا ووصولا إلى المشاهد الحية التي تقدمت بها الجمعيات المغاربية الناشطة في مجال خدمة الإنسان عامة وخاصة في الحيز المغاربي، كما شكرت الحكومة الموريتانية على التسهيلات والدعم سبيلا لنجاح المهمة، وهو ما يستحق الإشادة حسب تعبيرها. في هذا الإطار نتقدم بجزيل الشكر للدولة الموريتانية للسيد الرئيس محمد عبد العزيز توجيهاته التي قدم بتسهيل إجراء هذا الاجتماع وتقديم كل الإجراء التسهيلات الممكنة. وكذلك حظينا بمقابلة كريمة من السيد الوزير الأول، وقد استجاب لكل الطلبات التي تقدم بها الاتحاد والجمعيات، ما يظهر اهتمام الحكومة بتقديم العون اللازم للجمعيات من أجل تطويرها ومن أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة. في هذا الإطار نتقدم بجزيل الشكر للدولة الموريتانية للسيد الرئيس محمد عبد العزيز توجيهاته التي قدم بتسهيل إجراء هذا الاجتماع وتقديم كل الإجراء التسهيلات الممكنة. وكذلك حظينا بمقابلة كريمة من السيد الوزير الأول، وقد استجاب لكل الطلبات التي تقدم بها. عقد الميثاق الوطني للشباب نقطة صحفية وضح من خلالها تمسكه بالمنطلقات التي بدأ بها خيار جميع الشباب الموريتاني وخاصة الأطراف المشاركة في تأسيس الميثاق. تأتي هذه النقطة التوضيحية على خلفية مطالب أخرى من نفس التشكلة بإعادة الصيغة وصولا إلى تغيير القيادة عن الميثاق والتمسك بالقواعد والقيادة. نتابع التقرير التالي مع الزميل محمد ولهر بلال. الميثاق الوطني للشباب ينظم نقطة صحفية كانت لازمة لما شهده عرش الرئيسة من اهتزازات كان آخرها المحاولة بالإطاحة بها لولا أن تداركها المتمسكون بها وخيارات التوجه ورص الصفوف دون أصحاب البعد الآخر. على الاستماتة الروحية من أجل تشكيل قطب ثالث للمشهد السياسي شبابي متمثل بالميثاق الوطني للشباب الموريتاني بشعار رؤية تتجاوز الانتماءات، وقوفهم أمام شباب للأسف ضعيفة أمام مصالح ضيقة ومصالح آنية ومصالح شخصية. جزاكم الله خيرا يا أعضاء الميثاق الوطني للشباب الموريتاني. إنذار الرئيسة وممن حولها من الخصوم حتم الكلمة القوية ولهجة النبرة السياسية بالرأي المدافع عن التوجه، ولأن النبرة كانت واضحة من البداية ومن المدافعين عن خيارهم المجسد في التمسك بالقيادة، كانت القيادة من موقعها تدرك حجم التحديات الراهنة دون الخوض في قضايا أخرى قد تكون حسمت بقوة تحيط بها. أخوتي أخواتي أعضاء الميثاق الوطني للشباب الموريتاني ممثل الأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية وهيئات المجتمع المدني، أيها الحضور المحترمون، نجتمع اليوم تحت سقف واحد اسمه الوطن في إطار مشروع شبابي جاد وصادق وطموح يهدف بالأساس إلى صياغة رؤية شبابية مشتركة لمستقبل وطننا القالي، ويقترح الحلول المناسبة لمشاكل الواقع الراهن، وتفكيكا لتعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي والوضع الاقتصادي. هو إذن رد على قول وإن اختلفت الأماكن وتنوعت الأوجه وتعددت المصادر يبقى الرجوع إلى العقل والحل المنطقي ليس قريبا من الأطراف. على الموضوع معنا هنا في الاستوديو سيدة لالة بنت رشيد والصالح عضو الميثاق، أهلا بك سيدتي الكريمة. شكرا لك على تلبيتي الدعوة. بداية، ما هو تعريف هذا الميثاق الشبابي لمن لا يعرف من المشاهدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكركم على إتاحة الفرصة للتوضيح. ميثاق للناس، الميثاق الوطني للشباب عبارة عن قطب يجمع مجموعة من الشباب، فيها شباب أقلبية
وفيها شباب المعارضة بمعاهدتها والمنتدى والمجتمع المدني والنقابات الطلابية والنقابات العمالية، جمعهم هدف واحد منه توحيد كلمة الشباب، توحيد المجتمع الموريتاني، على أنهم يعود أساس المطروح لهم وتنمية الدولة الموريتانية بجميع أطرافها، منها تقعد ومنها تتعدل الحوار يجمعها ياك تتفادى أي شيء عرقال تنمية الدولة بصفة عامة. واضح. هل أخذتم خطوات جادة في هذا الصدد والتقيتم بالأطراف المتنازعة بساحة سياسية؟ نعم، أخذنا خطوات جادة. أولاً عدلنا مقابلات مع جميع اتصالات مع الأحزاب عن طريق شبابها، واستطعنا نحن وهم منهم أن نقعد على الطاولة ونعدلوا أيام تشاورية، وعلى أساس هاي الأيام التشاورية واللي مازالت واللي لي تعد الأسبوع القادم ليتخرج وثيقة على أساس يطرح الشباب رأيه في ذا اللي يحدث في الساحة السياسية من أجل تنمية الوطن. واضح. ما هو الهدف من هذه النقطة الصحفية؟ ما دمتم أنتم أعلنتم هدفكم مسبقا ومن أجله تأسس هذا الميثاق وقلتم بخطوات، ما هو الهدف بالتحديد من هذه النقطة الصحفية؟ الهدف من هذه النقطة الصحفية كان تأكيد الحوار اللي تعود لاحظتي أمس في الأمس جميع المداخلين اللي كان من بينهم أعضاء مؤسسين لهذا الميثاق اللي تأسس 6 أكتوبر 2015 حرصهم على الميثاق منه اللي يتم وجود، وحرصوا على من يخلق حوار يجمع جميع الأطراف. من هذا المنبر نقول عنا متمسكين بالحوار، وليه نقول ومولي ونجدد عنا لعاد وقدرهات ما ينكال، وحتى الديمقراطية ما تنكال. الديمقراطية من أول مبادئها من كل شخص يعود يقد يعبر عن رأيه، ولا عبر إنسان عن رأي شخص ذاك ما ينطبق على ذا الله يخلق في الدستور. ومن خصوصيات الدستور الموريتان أن نحن دستورنا يستمد قوته من الشعب، لكن لا يقرر الشعب هو الذي يخلق. ونحن كالميثاق ما قلنا من قيود الدستور، غير قعدنا الأساسي عندنا نقعد على الطاولة واحدة ونعودوا كلمتنا واحدة ونعودوا متوحدين. شكرا جزيلا لك. نظم المركز الموريتاني لترقية الثقافة والديمقراطية والتنمية المحلية مساء السبت دورة تكوينية لصالح الأحزاب السياسية تحت عنوان العمليات الانتخابية. قد شارك في هذا التكوين ما يناهز 60 مشاركا منتدبين من 20 حزبا سياسيا يمثلون مختلف الطيف السياسي في البلاد. أوضح الخبير الانتخابي الأستاذ محمد بن سيدي الملقب بدنا رئيس المركز أن هذا التكوين الدورة الانتخابية مصطلح حديث نسبيا للدلالة على أن المسار الانتخابي دائري الاستمرار في مراحل ثلاثة هي التحضير والتنظيم والتقييم. استعرض وزير الداخلية واللامركزية أحمد العبد الله الإنجازات التنموية الكبرى التي تحققت في جميع أنحاء البلاد والتي استفادت منها ولاية الحوض الشرقي بشكل خاص خلال اجتماع عقده بالسلطات الإدارية والأمنية في مدينة النعمة. الوزير أوضح أن تلك المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها الدولة في الولاية كمصنع الألبان ومشروع مياه الظهر وغيرهما من المشاريع الهامة تعكس اهتمامات رئيس الجمهورية، مبرزا الهدف من الزيارة المتمركز حول الاطلاع على مشاكل المواطنين والتعرف على أحوالهم والحث على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، ومتعهدا باتخاذ كل التدابير لحل مشاكلهم حسب تعبيره. تشارك موريتانيا في الاجتماع السنوي التاسع المشترك للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الافريقي حول المالية والشؤون النقدية والتخطيط والاندماج ومؤتمر الوزراء الافارقة للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التي بدأت اعمالها بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا من 31 من مارس المنصرم وحتى 5 من شهر ابريل الجاري. ويمثل موريتانيا في هذه الاجتماعات محمد الكمبل وزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الذي غادر نواكشوط متوجها إلى إثيوبيا، ويرافق الوزير في هذا السفر مستشاران بوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية على التوالي محمد الإبراهيم والمختار واللحمد علي. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تدير قطاع النفط في هذا البلد منذ عقود أنها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في انتكاسة جديدة للحكومة الغير معترف بها في طرابلس. قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحكومية مصطفى صنع الله في بيان نشر على موقع المؤسسة: نعمل مع رئيس حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي
حكومة الوفاق على ترك حقبة الانقسامات وراءنا، وأضاف: أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله، وتدير المؤسسة الوطنية للنفط منذ عقود قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر الاحتياطات في إفريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل. قال وزير الشؤون الخارجية في بوروندي إن بلاده تقبل قرار مجلس الأمن الدولي بإرسال قوة شرطة دولية إلى بلاده، وذلك بعد أشهر من التوتر السياسي الذي أشعله تعديل الرئيس للدستور من أجل البقاء في الحكم لمأمورية رئاسية ثالثة. وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا قد وافق الجمعة بالإجماع على مشروع قرار أعدته فرنسا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عرض خيارات لنشر قوة أمنية في بوروندي، حيث توشك أعمال عنف إلى التحول إلى صراع عرقي. وكان رئيس بوروندي قد قال في إبريل الماضي إنه يسعى للفوز بفترة رئاسية ثالثة في مسعى وصفه معارضوه بأنه غير قانوني. ومنذ ذلك الحين قتل 439 شخصا وفر أكثر من ربع مليون شخص من البلاد. أما الآن فنفتح صفحة الأنباء الدولية. حررت القوات العراقية حوالي 1500 شخص كان تنظيم الدولة الإسلامية داعش يحتجزون في سجن هيد تحت الأرض، أحد أبرز معاقل التنظيم الجهادي في محافظة الأنبار. وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على جزء من قطاع هيت الواقع على حوض نهر الفرات بين مدينة الرمادي جنوبا وحديثة شمالا. وقال العقيد فاضل النمراوي إن القوات الأمنية عثرت خلال تقدمها لتحرير وتطهير هيت من داعش على سجن كبير. أعلن مسؤول كبير أن الإدارة الأمريكية تنوي زيادة عدد جنودها من القوات الخاصة الموجودة في سوريا، والذين يبلغ عددهم حاليا نحو 50 جنديا، وستكون مهمة الجنود الإضافيين في حال إرسالهم مشابهة للمهام التي يقوم بها الجنود الموجودون حاليا على الأراضي السورية من الخريف الماضي. وسط إجراءات أمنية مشددة تسعى بلجيكا لطي صفحة الاعتداءات بإعادة فتح مطارها الدولي مع تسيير 3 رحلات رمزية، غير أن عودة الحركة إلى طبيعتها فيه ستتطلب عدة أشهر. أعلنت الأجهزة الأمنية في موسكو أن حريقاً اندلع الأحد في أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الروسية في العاصمة. ونقلت قناة روسيا اليوم على موقعها الإلكتروني عن مصدر أمني أن فرق الإنقاذ أجلت نحو 50 شخصاً من المبنى المكون من 5 طوابق والواقع في شارع وسط موسكو. رياضيا في هذه النشرة، مني منتخبنا الوطني تحت 20 سنة بخسارة خارج قواعده على يد النظير الجزائري بهدفين لهدف. سجل هدف منتخبنا الوحيد اللاعب الحسن العيد في الدقيقة 6.